اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، وهنشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. نبدا مع بعض بحساب كوره بلس على تويتر، وبيقولوا كولر يدرس اجراء 4 تغييرات على تشكيل الاهلي امام القطن الكاميروني. طبعا لا حديث يعلو على مباراه القطن، والكل بيتكلم على التشكيل. مين ممكن يلعب؟ هل هيبدا بعلي لطفي مكان الشناوي؟ هل ممكن يدفع بمروان عطيه وخالد عبد الفتاح وعمرو السوليه؟ كل دي اكيد يعني كلام بيتقال خلال الساعات الاخيره، خاصه في ظل تحديد كمان موقف حسين الشحات، هل ممكن الدفع بيه بدلا من طاهر من بدايه المباراه. عموما هننتظر وصول الفريق الى جروه مساء يوم الاربعاء. يمكن الفريق هيسافر حوالي الساعه 2 الظهر، يوصل يعني حوالي الساعه 7 ونص. هي رحله طيران بتاخد حوالي 5 ساعات ونصف من جوهانسبرج الى جروه، وبعد الوصول في اليوم التالي هيكون في تمرين يوم الخميس، تقدر من وقتها تحدد ملامح التشكيل وهل ممكن يكون في تغييرات ولا نفس التشكيل. لكن طبعا اكيد بعد خساره مباراه بهذا الشكل مفيش مدرب بيلعب بنفس التشكيل، ممكن يعوض غياب لاعب او اثنين بلاعيبه تانية جاهزه في المباراه. طيب حساب الوطن سبورت بيقولوا ازمه جديده لكولر قبل مواجهه القطن الكاميروني بسبب 3 لاعبين. انت لو دخلت في تفاصيل الخبر مش هتلاقي فيه ازمه، يعني مثلا بقول لك ايه، يغيب عن الاهلي محمود متولي. ما محمود متولي ما كانش موجود في ماتش سان داونز، وما كانش موجود في مباراه المقاولين، يعني ايه الازمه اللي عند الراجل؟ ما هو كده اصلا معروف ان متولي مش موجود في ماتش القطن الكاميروني. بينما اقترب غياب عمرو السوليه اللي بيعاني من الام في عضله السمانه. احنا قدامنا كانت اللقطات على الهواء مباشره، شايفين عمرو السوليه بيأدي التدريبات الجماعيه. فغياب محمد عبد المنعم ده غير مؤكد، وحتى زميلنا فاروق صلاح اكد ان محمد عبد المنعم تماثل للشفاء واصبح جاهز للمباراه، لكن مشاركته تتوقف على الرؤيه الفنيه لمارسيل كولر. وبالتالي تدخل في التفاصيل تلاقي مفيش ازمه، لان اصلا الموضوع مش موجود، لا متولي كان موجود وهيغيب، ولا السوليه مصاب ومش هيلعب. احنا شفنا السوليه بيتمرن حتى في التدريبات الجماعيه، ولكن تعرفين في بعض المنشطات عشان يبقى في ترافيك والقرايه والمشاهده تبقى كبيره. الوطن سبورت بيقولوا الكاميرون تزف بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة القطن بدوري أبطال إفريقيا. هي إحصائية رقمية، إن البشرى هنا تكمن في يعني أنتك عمرك ما لعبت مع القطن في الكاميرون وخسرت، أو بمعنى أدق الأهلي لا يعرف الخسارة في الملاعب الكاميرونية. في نسخة 2008 أنت لعبت في دوري أبطال إفريقيا مع القطن وتعادلت 2-2 في جروة بعد ما فزت في القاهرة 2-0، وخدت دوري أبطال إفريقيا من معقل جروة ومعقل رئيس الاتحاد الافريقي السابق عيسى حياته. كمان في الموسم اللي بعديه نسخه 2013 وانا حضرت المباراه دي في الملعب، المباراه كانت سلبيه 0-0، والامطار نزلت بشكل كثيف جدا، وارضيه الملعب طبعا غير مهيئه، والمباراه تم الغائها. ولعبت في اليوم التالي بعد ما لعبت اكتر من حوالي نص المباراه، بس في اليوم التالي عشان عندك اراده وعزيمه وفي رجوله في الملعب لعبت وتعادلت ايجابي 1-1، وجيت هنا المباراه دي ساعدتك وتعادلت برده، بس كسبت بركلات الترجيح على القطن الكاميروني. اخر نسخه كانت في الكونفدراليه 2014، فاز الاهلي على القطن بهدف في الكاميرون، وفاز ايضا في القاهره بنفس النتيجه، وكمل المشوار وفاز ببطوله الكونفدراليه. اذا 2008 2013 2014 لما الاهلي بيلعب القطن الكاميروني بيفوز بدوري ابطال افريقيا، فممكن تكون بشره طيبه. نتمنى يا رب نشوف اللي هيحصل خلال الساعات الجايه يكون شيء ايجابي. حساب كوره 11 بيقولوا في ظل اخطاء المتكرره التي تتسبب في معاناة الفريق، كولر يتخذ قرارا حاسما حول المفضلة بين مشاركة الشناوي وعلي لطفي في مباريات الأهلي القادمة. ننتظر ونرى، قد يتخذ كولر هذا القرار، وقد يفضل أن الشناوي يكمل عشان ما يكونش فيه نتائج عكسية أكتر من كده، تفقد حارس لفترة طويلة. وهي في النهاية رؤية فنية لا قراري، ولا أقدر أتكلم حتى في التفاصيل الفنية، ده رؤية مدير فني. هننتظر ونشوف أكيد خلال الساعات اللي جايه لما نشوف مين هيبقى في التشكيله الاساسيه. حساب يلا كوره تصريح لي مسؤول الحديث عن تفويت ضد صدارة المجموعه. الكوتش رولاني في المؤتمر الصحفي عقب الراجل لما اتسال صحفي الجنوب افريقي لورانز كولر، وساله على فكره ان الجماهير بتردد كلامه، بتقول ان من مصلحه سان داونز الاهلي يخرج، فبالتالي مش من مصلحته ان يكسب الهلال او يتعادل مع الهلال فيسيب المباراه للهلال. الراجل قال انا عندي رقم قياسي في عدد الانتصارات، واحنا فريق بيلعب بكل جديه، فالامور دي بالنسبه لي بتبقى امور سلبيه، فمش من مصلحتي اعمل ده وانا رايح اكسب. ده جانب. خالد علي منسق نادي سان داونز انا قريت له تصريحات صحفيه النهارده واكد نفس الكلام، وقال نقطه ثانيه مهمه جدا. قال سان داونز عايز يلعب على صداره المجموعه. ليه؟ عشان يبعد عن
المواجهه المبكره اللي ممكن تحصل في دور الثمانيه لو واجه الترجي او الرجاء او الوداد، ان هم حاليا متصدرين وهم بنسبه كبيره غالبا اللي بيكونوا متصدري المجموعات الاخرى، فبالتالي يفضل ان يلعب مع فريق في المركز الثاني. طبعا هي كوره في النهايه، صن داونز السنه اللي فاتت لما لعب مع تاني احدى المجموعات وكان بيترو اتلتيكو، صن داونز خرج من دور الثمانيه، ولكن هو كل واحد بيحاول يشوف افضل الظروف ليه. افضل الظروف لصن داونز طبقا لتصريحاتهم هو مش عايز يخسر، يتعادل او يكسب، لان لو خسر والهلال بقى 12 نقطه ممكن الهلال مثلا يتعادل مع الاهلي في القاهره والهلال يتصدر بفارق المواجهات المباشره عن صن داونز، فبالتالي هي نقطه حسابيه ممكن تكون في حسبانه، لكن هننتظر ونرى نشوف الساعات اللي جايه. لكن بغض النظر عن كل ده ماليش علاقه بماتش الهلال وصن داونز، انا اكسب، يعني انا اكسب، لازم اكسب القط الكاميروني، ولو لا قدر الله خرجت الهلال يجي القاهره والاهلي يكسبه ويعمل عليه مباراه كبيره، ومش هقول نكسب بسكور بس يعمل عليه مباراه كبيره، لازم هيبتك ومكانتك وكرامتك في الكره الافريقيه تبقى بدايه ليها مباراه القطن والهلال، ايا كان المشوار انت مكمل ولا مش مكمل، وتستنى في اي سنه تلعب صن داونز عشان ترد النتيجه. ده الكبرياء اللي ممكن اللعيبه تعبر بيه ويبقى اعتذار ضمني لجماهير الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وده وارد في الكوره، يعني اللي احنا بنقوله ده على فكره موجود في عرف الكوره. طيب يلا كوره، وخبر النهارده بخصوص الغرامات اللي اقرها الفيفا على الانديه اللي شاركت في كاس العالم للانديه. فيفا يغرم الاهلي بسبب مونديال الانديه. في نقطه مهمه جدا عايز اتكلم عليها، لان يبدو ان الناس اتفاجئت بتفاصيل الخبر. اولا الغرامات على الاهلي والوداد والهلال وفلامينجو وسياتل ساوندرز الامريكي وايضا كمان ريال مدريد. طيب واوكلاند سيتي كمان. الغرامات في حد ذاتها بتيجي ازاي؟ طبعا مجمل الغرامات حوالي 500,000 فرنك سويسري، ما يعادل حوالي 560,000 دولار. بس الغرامات على الانديه جميعها جايه ازاي؟ مثلا فريق خد 7 كروت صفراء في مدار على مدار البطوله، الانذار الاصفر ب 10,000 فرنك. يعني انا النهارده كنت بتواصل مع احد المسؤولين في الفيفا فبتكلم معاه على الانذارات والطرد، ولما قال لي الارقام فقلت له الارقام كبيره ليه كده؟ قال لي الكارت الاصفر 10,000 فرنك، الكارت الاحمر 20,000 فرنك سويسري. انت بتتكلم في ارقام طبعا لو بتقارنها بالدوري المصري ارقام بعيده جدا يعني، ولكن طبعا انت بتدي جوائز كبيره، يعني البطل بياخد 5 مليون دولار فلما تخصم منه على الانذار 10,000 فرنك فطبعا يعني في نسبه وتناسب. نفس الامر اشعال الشماريخ في ماتش الهلال والوداد، تم اشعال شماريخ ففي عقوبات نزلت على نادي الوداد تقترب من حوالي 40,000 أو 30,000 فرنك، مش متذكر الرقم بالظبط. نفس الامر على الاهلي لما جمهوره يعني اشعل شماريخ في مباراتين استخدام الليزر، فكل التفاصيل دي اكيد بتبقى فيها غرامات، استخدام الليزر، اشعال شماريخ، استخدام الكارت الاصفر، الكارت الاحمر. يعني احنا فاكرين في مباراه فلامينجو الاهلي اتطرد منه خالد عبد الفتاح، الطرد ده بيكلف الفريق حوالي 20,000 فرنك سويسري ما يعادل حوالي 25,000 دولار. فدي مجمل الغرامات اللي توقعت على الاهلي وعلى الهلال وعلى الوداد، ولكن طبعا الاهلي كان الاكثر الانديه تضررا لان الاهلي لعب 4 ماتشات، فكانت نسبة الإنذارات والكروت الحمراء والحضور الجماهيري في مباراة الأهلي كانت أكتر شوية. وحد هيقول لي طب ماتش الأهلي والريال كان كل الجمهور الموجود جمهور مغربي، أنا سألت برضه في الجزئية دي فتقال لي معروف جمهور الأهلي لابسين التيشيرت الأحمر موجود معاهم اللافتات، فبتبقى محدد أماكنهم فبناخد قرارات بناء على كل هذه التفاصيل. فدي الأمور المتعلقة بالترند الأهلي.